هنا لايف موجز إخباري جديد، أهلا بكم. خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للحفاظ على استقرار لبنان وترسيخه، وشدد الرئيس على ضرورة قيام جميع الأطراف اللبنانية بالتوافق فيما بينها وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب اللبناني الشقيق ورفض مساعي التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبنان. كان سعد الحريري قد عاد إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمرة الأولى منذ إعلانه الاستقالة من منصبه كرئيس لوزراء لبنان قبل نحو 3 أسابيع. قال الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربتين جويتين على مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية. قال بيان للقيادة الأمريكية في أفريقيا أن ضربتين وقعتا قرب مدينة الفقهاء ونفذتا بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية. هذا ولم يذكر البيان عدد القتلى جراء الغارات. يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه اليومي للتحضير وإعداد مشاريع القرارات وذلك لعرضها على المجلس. كما يعقد مجلس وزراء العدل العرب دورته 33 غدا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك برئاسة وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.